منظمة أشوكا الدولية هي منظمة موجودة في 30 دولة في العالم، وتم إنشائها في 1980، ولكن دخلت الوطن العربي في 2003. الحقيقة إحنا اهتمامنا بالريادة الاجتماعية والرواد الاجتماعي، مهتمين جدا بكل شخص عنده فكر جديد، ويكون الشخص ده بيدور على حلول محلية لمشاكل محلية. كانت بداية معرفتنا بمؤسسة أشوكا كانت عن طريق وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول معمول ما بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم. الفكرة اللي عجبتني في أشوكا إن هما إزاي يعدوا طالبة إنها تبقى قيادية. برضه تخليك مكانه، بتعلمك ازاي تحط نفسك مكان الشخص اللي قدامك، تعلمك ازاي تحس بالاخرين، انت مش عايش لوحدك في المجتمع. المبادره ايجابيه، فيها حاجات كتير فادت الطلاب وفادتني انا شخصيا في شخصيتي. انا شفت ان في ولاد كتير اتغير سلوكهم من سلبي لايجابي، يعني الطالب اللي كان عنيف مثلا عندي وانا عارفاه اتحول الى ان هو بدا يفكر ويميز ويتعامل. في طالب عندي كان بيحب يتكلم كتير ما بيديش فرصه لزمايله ان هم يسمعهم، الطالب دوت بقى دلوقتي يسمع زمايله، بقى عندي كمان المجموعه كلها استفادت. انا اتعلمت طبعا ان كنتش بتكلم عن رايي او اعبر عن رايي، دلوقتي يعني لما بدات اتكلم مع قبل ميرفت وقبل ساره بدات ان انا ابدي رايي من الناس واتكلم، يعني اتعلمت حاجات كتيره من اصحابي. المدرسه اول مره تدخل في تجربه من التجارب الحلوه دي، الاولاد كمان يعني طايرين من الفرحه ان هم بيشاركوا وبيتفاعلوا في المبادره دي، في تعاون جامد بيننا الفريق بتاعنا بتاع المدرسه ومدير المدرسه ومؤسسه أشوكا والوان واوتار. يعني أشوكا علمتني حاجات كتير، علمتني انواع الذكاء وان الذكاء الابداعي والمواد ويعني ايه تعاون يعني ايه مشاركه ويعني ايه مبادرات وحاجات كتير. المبادره جميله جدا، انا حاسس انها فرقت مع الولاد كتير جدا، في ناس كتير فرقت معاهم تغير من سلوكهم من الاسوء للاحسن، واتمنى انها تتعمم على مدارس الاداره بالاخص يعني وادارتنا، لتوصيل الفكره لكل الطلبه وكل الجيل دوت، عشان الجيل ده هو الاساس، سن المرحله المراهقه بدايه تكوين الشخصيه، فلازم الولد او الطالب في السن دوت ان هو يتعلم الاصول ايه والفكر ايه وازاي يفكر، ازاي امتى يتحكم في مشاعره، امتى يتحكم في عقله، في افكاره، في حواسه. غلبان، لا مبسوط، لا مسيحي، لا مسلم، لا والولد ذكاؤه محدود، لا ذكاؤه كويس، ولد بيتعامل كويس مع اسرته، بيتعامل وحش، ولد عدواني، ولد كده، عشان اقدر بعد ما خدت انا الدروس دي اقدر اطلع دلوقتي يعني احسن مش عامل خدت مبادره أشوكا، بقيت كويس يعني مبقتش تعصب زي الاول. اشتركت في مبادره أشوكا، هي علمتنا حاجات كتير، علمتنا ازاي ننفذ وازاي نفكر وازاي نتعاطف مع الاخرين وازاي نتعامل معاهم، وحاسه انها هتبقى حاجه كويسه للطلاب كلها. انا اتعلمت ان انا كنت بجرح مشاعر الاخرين اللي قدامي لما حد يقول لي حاجه، لما دخلت المبادره دي أشوكا اتعلمت ان انا يعني ما اجرحش مشاعر الاخرين. اشتركت في مبادرة أشوكا، أنا ما كنت متسرع إن أنا على طول ما مش بدي فرصة لغيري إن هو يتكلم، كنت على طول بتكلم، دلوقتي بقيت أتشارك مع زملائي وما بقيتش أتكلم بسرعة.
من اهم اهداف البرنامج اللي اتعمل التدريبي انه يتعلم الاولاد القياده ليدرشيب. هدفها بس روح التسامح والاحترام بين الطلبه، ايضا خلق طالب متميز يقدر يتحمل مسؤوليه في المستقبل، لاننا كلنا بنؤمن بان الطلاب الصغار اللي موجودين دلوقتي هم قاده المستقبل، وبالتالي لازم نعلمهم او نربيهم على القدره على حل المشكلات والتسامح وفهم الاخر والقدره على القياده في المجتمع، بحيث نتقبل بعض وننهض بمجتمعنا. ازاي نتقبل الاخر؟ والتقبل الاخر مش يعني اطنش على الاخر وانا متضايقه منه، تقبل الاخر يعني احترم وادور على مهاره عند الاخر احترمها بيه. وتالت حاجه ازاي يبقى عندي تفكير ابداعي ونقدي؟ يعني ازاي ما اخدش الموضوع كده واحفظ واصم وما افكرش؟ وفكرنا انه لو عملنا حتى برنامج تدريبي ده لازم يكون في حاجه عمليه، لانه مهما دربنا اطفال او غير اطفال او احنا وما عملناش الحاجه بايدنا مش هنعرف قيمتها قوي. دي كانت اساسيات فكره ومبادره من اجل بيئه اجتماعيه افضل. خليك مكانه. زي ما قلت صناع تغيير حقيقيين، واننا مش هنقدر نستنى الاجيال الجايه، لازم نشتغل مع اطفال صغيرين، ولازم يتعلموا الحكايه دي من الاول، ولازم نفكر في زي ما قلت تعزيز مهاراتهم الابداعيه، اكسبهم مهارات، وتمكينهم من تنفيذ المبادرات. ابتدينا نحس ان الولاد فعلا شخصيتهم بتتغير، الولد بيتعامل بطريقه او البنت بتتعامل بطريقه كويسه، ابتدوا يتعاملوا مع بعض كبنات وصبيان، برضه كانوا بعدين قوي ابتدينا نتعامل ده لازم نتعامل معاه باسلوب محترم، بيسمع راي زميله، بيستنى يفكر مثلا ويفكر في كلامه، ما يقررش ما يحددش عليه كلام. ابتدينا نعلمهم سلوكيات مواقع يعني ماده علميه كبيره، وصف لهم بطريقه مبسطه جدا بطريقه العاب ومسرحه وتمثيل ورسم وحاجات كده، بحيث انهم عرفوا يعني ايه ذكاء ويعني ايه يعني احتياجات الانسان ايه. اتعلمت في اشوكا انواع الذكاء والذكاء المداري، واتعلمت ان شخصيتي فيها دي. حاولنا طبعا ان احنا نعمل مدارس، قلنا عايزين نشتغل مع ابتدائي واعدادي، ومن اهم اسباب ده ان احنا كنا عاوزين اولا يعني اعمار مختلفه، بس كمان كنا عاوزين نوعيات مختلفه يعني اولاد وبنات. احنا عارفين ان احنا في كتير قوي من الاعدادي، واحنا مهتمين جدا نشتغل مع مدارس الحكومه، هيبقى البنات لوحدهم والولاد لوحدهم، فكنا مهتمين جدا ان يبقى عندنا المدارس فيها الولاد والبنات وفيها الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. فكان ده بيهمنا جدا، وكان السن برضو بنحاول ناخد سنين مختلفه. ايه هما المدارس اللي اشتغلنا معاهم؟ مدرسه العزه الاعداديه بنين، مدرسه هدى شعراوي الاعداديه بنات، مدرسه صلاح الدين الاعداديه بنين، مدرسه محمد طلعت حرب الابتدائيه، ومدرسه الساحل الابتدائيه.